تحمي الكتاب هو عصارة كما قلت لكم عصارة السياسة المغربية الملكية في أفريقيا. وهذا اليوم غادي هذا الكتاب هذا غادي يشرح لنا كيفاش المغرب كيشوف الاستثمار ديالو في المستقبل مع الإخوان الأشقاء الأفارقة، وخاصة كذلك كما كتعرفوا الأنبوب الغاز اللي غادي يكون ينضم 13 دولة أفريقية وغادي يمر على المغرب كذلك، واستثمارات عقارية، بنية تحتية، مستشفيات، الأسمدة، الدور اللي كيلعب كذلك الأبناك المغربية وكذلك الأسمدة الفوسفات كتلعب دور كبير، وعقدت أزيد من 1000 اتفاقية مع الإخوان الأفارقة، وخاصة لخلق واحد الدينامية للشباب الأفريقي باش ما يهاجرش بلادو، باش الثروة ديالو تبقى عند أفريقيا ما ياخذهاش البراني أو لا الأوروبي أو لا الاستعماري. وهذا اليوم غادي نوضحه أكثر مع السفراء اللي واجدين معنا اليوم هنا، ومع الإخوان غادي يدخلوا الشركات الأفريقية المغربية اللي كاينة حاضرة معنا اليوم، وغادي نوروا الرأي العام، وغادي نخرجوا ببلاغات إن شاء الله مشتركة مع الإخوان الأفارقة.